دائما مرتبط الملح اللي هو جزء منه الصوديوم بالتهابات، مع العلم انه الالتهاب هو ربما يكون بكتيري يعني او الى اخره. نعم فهل نعم بالفعل يعني ملح الطعام او كلوريد الصوديوم متهم اساسي بالتهابات المسالك البولية وكيف؟ طيب، احنا التهابات المسالك البولية عامة بالاغلب التهابات بكتيرية او التهابات فطرية، لكن لما تصير الالتهابات تصير في طبقة موجودة في المثانة ومجرى البول وبالحالب بتحمي هذه الأجهزة أو هذه الأعضاء من التآكل. في حالة الالتهاب الشديد تصير البكتيريا بتقلص أو بتقتل أو بتهاجم هذه الطبقة. فإذا أنت بلشت تأكل، إحنا بنقفل أي مكسبات الألوان، أي إشي بهيج جدار المثانة أو جدار الحليل أو جدار الحالب. ليش؟ لأنه أنت هيك أنت بتعمل تهيج بزيادة، وبصير تآكل لهذه الطبقة اللي هي أصلا ربنا مدينة عشان تحمي اللي هي المسالك البولية، فأنت بتفاقم من مشكلة الالتهابات. أما الأسباب الأساسي هو البكتيريا سبب فطري، لكن في عبلاح اللي هي المخللات وما شابه.